يقول السائل: أنا موظف بإحدى الشركات، وقد حصل بيني وبين المدير سوء خلاف، حيث قمت بضربه، وذلك لمضايقته لنا في العمل، وخاصة وقت الصلاة، حيث أنه غير مسلم، وقد رفعت القضية إلى الجهات العليا، وطلب مني إحضار شهود بأني لم أضربه، لأنني أنكرت ضربه، وبالفعل أحضرت الشهود وشهدوا بذلك لكي أعود إلى عملي، وأنا الآن نادم على ما قمت به، فماذا أفعل؟ أرشدوني بارك الله فيكم. هذا العمل لا يجوز، هذه شهادة زور. الله جل وعلا يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. كان الواجب عليك أنك اعترفت بالخطأ وطلبت المسامحة من هذا الرجل ولو كان كافرا، لأنك اعتديت عليه وظلمته، اعتديت عليه وظلمته، هذا لا يجوز لك وإن كان كافرا. فكان الواجب أنك اعترفت بالواقع وصبرت على الحكم الشرعي أو طلبت المسامحة منه. نعم.